مين اللي بيمسك، مين اللي هيضغط مع اللي معاه الكوره، مين اللي هيبقى في وراه، مين اللي هيبقى فيه، يبقى قربنا المسافات. كل ما قربنا المسافات خلاص مش هتبقى فيه فراغات، مش هيقدروا يلعبوا معانا. اكبر غلطه ظهرت، يعني انا هنرجع لها تاني للكلام اللي بتقول عليه ده، ان انا لما اجيب محمد صلاح اسلمه للفرقه الثانيه. يعني ايه اسلمه للفرقه الثانيه؟ ان انا اقول له تعالى العب راس حربه، يعني بقول لهم امسكوه خلوه عندكم هنا في النص. لا يا جماعه، ده امانه شيلوه عندكم، انا عايزه فري، يبقى لازم في حد ثاني راس حربه. اذا هذا التغيير سبب من اسباب الزيطه اللي حصلت، لدرجه هو في بعض الكور كتير كان بينزل، اذا ما فيش راس حربه، اذا انت انضغط كتير، اذا بقى نص الملعب عددهم بقى كتير، وعندنا الاثنين لعيبه كمان بقى طارق والنني ساقطين مع جنب حجازي وجنب علاء. خلاص لما دول، حتى لما انت تشوف الكره العاليه كلهم على خط واحد داخلين في بعض ازاي؟ طب ليه؟